الله سبحانه وتعالى أعطى مقاليد الكون بيد أوليائه، ومن جملة من أعطى الله سبحانه وتعالى مقاليد الكون، كثير من المقاليد بأيديهم، فاطمة المعصومة، أحد الخطباء الموجودون الآن في قوم، تنقل عن هذه القضية. يقول: ولدت لنا بنت، وبعد مضي شهرين من ولادتها ابتليت بحالة اختناق. التنفس كان صعب عليه، ما أدري أنتم شايفين بعض الأفراد اللي فيهم ربو ضيق في التنفس، حالة عجيبة. طفلة عمرها شهريا فيها حالة ضيق في التنفس. على أثر هذه الحالة بعد ما تمكنت أن تتناول الطعام إلا بصعوبة كبيرة، أمها أحيانا كانت تأخذ الملعقة وتخلي شوية من ماء السكر في فمها، وما تتمكنت تنام نوما هانئا. يقول: نحن أخذناها إلى مستشفى في قوم، نامت في المستشفى 12 يوم، والأطباء بذلوا جهدهم ولم تكن هنالك فائدة، أي فائدة ماكو. يقول: أعدناها إلى البيت، بعدين فكرنا أن نأخذها إلى طهران، وديناها إلى طهران في مستشفى خاص بالأطفال، وبقيت في ذلك المستشفى شهرا كاملا، وما إلها طعام إلا المغذي، وتتنفس بالأكسجين، هذا بالجهاز، أي فائدة. يأسنا رجعنا إلى قم، وإحنا بين قم وطهران، مدة نجيبها إلى قم بعدين نوديها إلى طهران، إلى أن يأسنا نهائيا. يقول: بعد ما يأسنا، أمها بعد 3-4 أيام من اليأس والعودة من طهران قالت: أنا أصوم غدا حتى واحد يوفر في نفسه القابل، وبالليل بعد الفطور أخذ هذه البنت إلى حرم السيدة المعصومة وألتجئ إليها. ثم قالت لواحد من أولادها ساعة 12 بالليل: تعال لنعود إلى البيت. صامت ذلك اليوم، بعد الإفطار أخذت هذه البنت الصغيرة اللي تتنفس بصعوبة وأخذتها إلى الحرم وشدتها بقماش إلى الضريح. ساعة 12 ابنها يجي حتى يعيد الأم والبنت الصغيرة إلى البيت. الأم تقول أنه: أنا ما أخذت حاجتي، بس إحنا إذا كنا مكان خوب بعد ماكو هنالك مصلحة في ذلك، فلنعد إلى البيت. لكن شوفوا إصرار هذه الأم، قالت: أنت أرجع إلى البيت، أنا للفجر أبقى هنا. وبقيت إلى الفجر وهي تبكي وتتضرع، وهذه الطفلة ما تتمكن تتنفس، أحيانا تخلي في حلقها غاشوقة ملعقة من الماء والسكر، فتتأذى هذه الطفلة. الناس اللي يمرون يقولون: لا تأذين هذه الطفلة واتركيها، ويرونها على خطوات من الموت. هالشكل حالتها كانت تؤذن. يؤذن المؤذن لصلاة الصبح، ولم يحدث هنالك شيء. تذهب هذه المرأة وتصلي صلاة الصبح شوية بعيد عن الضريح،
ثم بعد ذلك تخاطب الله سبحانه وتعالى: يا الله، كان هذا هو الأمل الوحيد، وأنا الآن يجب أن أعود إلى البيت بدون حل هذه المشكلة. يبدو هاي لحظة الانقطاع، أحياناً لحظة انقطاع لها قيمتها. تقول هذه وتبكي وتعود إلى الطفلة المشدودة إلى الضريح، فتجدها نائمة، مع أن الطفلة ما كانت تتمكن تنام إلا بصعوبة. عندما تشوف الطفلة نائمة وايد تفرح، كأنه تشعر بأن القضية حلت. تأخذ الطفلة بهدوء وتعود بها إلى البيت. الطفلة تنام بالبيت إلى بعد الظهر، ثم بعد ذلك تستيقظ وقد عادت إلى الوضع الطبيعي. والآن الخطيب يقول عند نقل القضية: مرت على هذه القضية 18 عام ولم يعد هنالك أي أثر من الآثار.